طيب بما ان احنا عايزين اكيد نعرف اكتر عن الموضوع، هيكون معانا دلوقتي مداخله هاتفيه من الدكتوره هند قطب استشاري الطب النفسي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، ازيك؟ الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام، انتوا اخباركم ايه؟ كله تمام. في البدايه عايز اعرف من حضرتك، ليه الانسان بيصدق في التوقعات او الابراج؟ طبعا مش كل الناس، بس ناس كتيره جدا، يعني حتى اول ما بنقعد مع اي حد وتتشدي ليه يساله هو انت برجك ايه؟ طيب، هو احنا طبعا لازم نبقى فاهمين كلنا ان الانسان بطبيعته عنده فضول، يعني طبعا بيحتاج ان هو يعرف الحاجات اللي هو مش عارفها، يعني دايما كل حاجه عنده مجهوله، هو حابب ان هو يبقى عارف كل حاجه ممنوعه. انا طبعا دي حاجه في الغيبيات، فانا عشان مثلا اعرف شخصيتك او اعرف ان انت حد كويس ولا لا، فلو انا بؤمن بالابراج فبتيجي تسالك انت برج ايه؟ عشان اخاف منك واقلق، ولا احس ان احنا متفاهمين ولا منسجمين ولا ايه الوضع؟ برضه في نفس الفكره، الحد اللي بيعتمد في افكاره او في مستقبله على ان هو يسال حد عراف او يروح مثلا لحد يعني بيقرا الطالع، بس بيقرا الطالع والكلام ده كله، او الناس اللي بيعملوا توقعات فلكيه وكده، ويبدا يتعامل معاه على ان هو اللي هيقوله هو اللي هيحصل. ممكن حد يبقى داخل في موضوع برضو مثلا مهم في حياته، زي مثلا دخل على حاجه هو عايز يعرف هتنجح ولا لا، مش قادر يستنى النتيجه، فضوله او مثلا قلقه على مجهوده يخليه ما فيش صبر، انا عايز اعرف، فيبتدي يروح للناس دي ويصدقها. يعني فضول الانسان يعني هو سبب في كل حاجه. طبعا. طيب ممكن التعامل مع القصه دي على ان هي حقيقه بتاثر على نفسيه الانسان ولا لا؟ طبعا. وبعدين عشان كده احنا لازم نقول للناس اللي بتتاثر قوي بالمواضيع دي وبتاثر على حياتها، ان الناس دي مش كل حاجه على فكره بيقولوها بتبقى صح. يعني في حاجات بتيجي معاهم بالصدفه طبعا، على فكرة. واحنا بس بنسمع او الشخص ده عشان يتشهر او يبقى ليه كده بيقول على الحاجات اللي نجح فيها، لكن الحاجات اللي هو توقعها وفشلت ما بيقولش عليها. فاهماني؟ أيوة. وبعدين احنا تعالي نقول ان احنا حتى في الارصاد الجويه والحاجات اللي هي بتاعت الغيبيات اللي هي يوم بكره وبعده وبتاع، بالظبط، فعلا ما بتبقاش حقيقيه، فازاي نصدق الناس دي بشكل حقيقي بالشكل ده يعني؟ بس ده يعني ممكن يكون علم شويه، فممكن لا. بصي، هو في علم طبعا اسمه علم الفلك وكده، بس احنا لو هنتكلم في الكواكب والحاجات دي في حدود ان احنا بنتعرف على الشخصيات ومواليد اليوم دول بيبقوا متاثرين بكذا وكذا، يعني ده علم طبعا يحترم، لكن انا بتكلم في فكره ان احنا نطلع على الغيب من خلال الفلكيات وكده، دي مش صح طبعا. يعني احنا ممكن مثلا يعني نتنبأ مثلا بشخصيه حد، ان هو الشخص ده مثلا الناس اللي بتتولد في البرج ده بيبقوا كذا بيبقوا كذا، فتلاقي فعلا في حاجات فعلا بتبقى موجوده بتخبط في شخصيتنا، وفي حاجات على فكره ما بتبقاش موجوده. تمام. بس فكره ان انا اقول مثلا ان ده هيتجوز وده هيتطلق، فعلى فكره يعني الفكره ان احنا ممكن يكون اصلا الشخص اللي بيقول او بيتنبأ بده عنده فكره ان الناس دي عندها مشكله في حاجه معينه، صح، او مثلا سمع او حصل حاجه احنا ما نعرفهاش، هو مثلا بقدراته المعينه او بطريقته المعينه عرف يعرف الحاجات دي، فيطلع مثلا يحكي الحاجه دي، فلما تحصل احنا نقول واو ده عرف يتنبأ، فنبتدي نعتمد عليه ونصدقه. فاهماني؟ فاهمة حضرتك. لكن طبعا الناس اللي بتتنبأ مش كل تنبؤاتها صح، وساعات ناس بتعتمد على الظروف، يعني مثلا يعني بيقولوا حاجات على فكره وارد جدا ان هي تبقى في عقلنا، بس احنا لما هم بيقولوها احنا بنحس ان هم اللي قالوها، صح، لكن فاهمه احنا يعني اللي هو يا اما كده يا اما كده، فهو بيحدف كده، وساعات بتيجي كده هي الصح يعني. طبعا. طيب دكتور، في قبل كده عديتي بمريض جالك عنده اوبسيشن او حاله كبيره جدا من هو بيقتنع بالدجالين او الناس اللي بتقرا الطالع والحاجات دي، وكان مشكله كبيره بالنسبه له نفسيا؟ طبعا، وكانت مأثرة على حياته بشكل طبعا سلبي كبير، لانه هو طبعا انت عارفه ان احنا حياتنا كلها بتقف على فكره، يعني ممكن مثلا في انسان ممكن يفشل كل حياته عشان هو حد قال له انت هتفضل فاشل طول حياتك، يعني انت فاشل وعمرك ما هتنجح، فتلاقيه طول الوقت هو متوقع الفشل فهيفشل، يعني ما بيقدرش يبذل مجهود، لانه هو هيبذل مجهود ليه وهو متوقع الفشل مثلا. بس دي حالات بتبقى اكستريم شويه يا دكتور، يعني هو ايه اللي بيوصله للمرحله دي؟ ان هو يعيا نفسيا علشان هو مصدق في الـ الناس اللي بتقرا مثلا. انا هقول لك حاجه، احنا طبعا كلنا عندنا يعني عندنا انكزايتي عادي، عندنا انواع من انواع القلق العادي اللي هو احنا بنقلق، عندنا حاجه بنقلق كذا، في حد بيبقى عنده صبر ومثلا قلقان ان هو مثلا عنده امتحان فهو قلقان من الامتحان قلقه عادي، وفي حد بيبقى بقى عنده مشكله عنده اضطراب قلق. تمام. في ناس بقى في القلق العادي ده
من قله الصبر عندهم، يعني هم مش قادرين يصبروا، مش قادرين يتحملوا القلق ده، فيبداوا يدوروا على المصادر دي. فبيجي معاهم صدفه ان هو مثلا سال حد مثلا، طب انت شايف ان انا هنجح؟ طب انت حاسس ان انا؟ فقال له اه انا شايف قدامي اهو في الحاجه اللي قدامي دي انك هتنجح، انا شايف انك هتتجوزي، انا شايف ان الانسان ده هيبقى كويس، انا شايف ان الانسان ده هيعترف لك مش عارفه بايه بسرعه. فهي حبيبتي مستنيه وكانت قلقانه، فما يقول لها كده وبعد شويه الظروف تخدمه فعلا، وتلاقي مثلا الانسان ده قرب منها او حاجه، تلاقيها خلاص كل ما تقلق يبقى الحل في القلق ده او معالجتها للقلق بتاعها ان هي تروح للشخص ده. صح. فيبتدي حياتها كلها تعتمد عليه. في ناس من اللي بتقرا الصبح الحظ والابراج والحاجات دي اللي بتبقى موجوده، كنا بنشوفها زمان، انا مش متابعه. ايوه صح. آه سيد الالوس، كنت فعلا ممكن في يوم، يعني في يوم مثلا يقول لي مثلا النهارده يوم مش عارفه ايه وهيحصل لك فيه حاجات حلوه ويكون عندي امتحان واروح احل، تلاقيني تاني يوم الصبح جايبه الجورنان وببص بسرعه عايزه اشوف هو يعني هيقول لي ايه النهارده. طبعا. فاهماني؟ الاقيه يعني مثلا بيتكلم عن الجواز وانا رايحه مثلا امتحان ولسه طالبه، فاقول ايه ده؟ لا هو مره فعلا يعني بالصدفه جت كده، ومره لا هو بيتكلم طبعا على حاجه اصلا انا مش داخله عشان ابص عليها، انت فاهمه؟ صح. انا كنت عايزه الامتحان هيبقى سهل ولا صعب زي امبارح. طبعا. طيب لو حد سمع توقع مثلا سلبي وحس ان هو سيطر عليه وعلى حالته النفسيه، ازاي يقدر يتخلص من الاحساس ده؟ اولا هو لازم يفهم حاجه مهمه جدا، ان كل حاجه بكره دي محدش يعرفها، مفيش انسان في الدنيا يعرف الحاجات دي، يعني حتى لو هو توقع ده في جميع الاديان السماويه كمان. لا احنا بصي احنا مش يعني مش هنقول في حته الدين وكده، لان احنا ما عندناش حاجه طبعا يعني صحيحه يعني نقول عليها ان حاجه يعني ايه مثلا او حاجه، يعني انا من الناس اللي كده، فانا مثلا مش هقول كده، انا هقول ان احنا بالعقل كده، ان زي ما احنا دخلنا فكره ان الشخص ده مره قال لنا حاجه، فاحنا لو دورنا هنلاقي عشرات المرات هو قال حاجات مش صحيحه، يعني زي ما احنا سالنا وحد قعد معانا وحكى ان هو حصل معاه موقف ان هو راح لفلان ده وفلان فعلا لما قال له حصل كذا، لا اسال فعلا هو كل المرات، لا هلاقي في ناس قالت ان ده نصاب وده دجال وده مش عارفه ايه وده بيضحك على الناس وده بيعمل كده عشان يسعى لشهره معينه او يتحط في وضع معين. فحتى تلاقي الناس اللي بتتشهر بالشكل ده هم الناس اللي بيخبطوا في الفنانين وبيخبطوا في الحاجات الكبيره في الاحداث الكبيره. وانا عايزه اقول لك على حاجه، حتى الاحداث دلوقتي اللي الناس بتتوقعها الدجالين والناس بتوع الطاقه والكلام ده بيتوقعوها للبلاد وللظروف اللي احنا فيها، على فكره كلنا التوقعات دي جوانا. سامعني ولا لا؟ يعني احنا كل واحد فينا حاطط في دماغه 50,000 سيناريو. مظبوط. بس احنا مثلا ما مش بنتكلم في حاجه مش بنفهمها فبنسكت، لا هو بيقول السيناريوهات هي اللي في دماغنا. وفعلا احنا بيبقى في دماغنا كذا سيناريو وفي واحد منهم اللي هيمشي. بس عشان هو قال كذا حاجه، قال مثلا احتمال كذا واحتمال كذا، بس انا مثلا بميل لكذا. صح. هو بيميل للحاجه الاقرب للحقيقه عشان هو عنده معلومات مثلا عن السياسه او عن الاوضاع المعينه اللي احنا ما نعرفهاش، فيبتدي لما هو يجمع معلوماته ويدرس الموضوع صح يقول التوقع الاقرب فيحصل. صح. احنا لو دورنا جوانا هنلاقي ده كان توقع من ضمن التوقعات بتاعتنا، يعني مثلا ان مثلا واحد بيقول مثلا بنتكلم مثلا ان زي ما انا بقول طبعا الحاجه اللي مصدره الدنيا وكل الناس في موضوع مثلا الطلاق والجواز اللي حصل لحد من الفنانين. على فكره هو وارد جدا فعلا ان هي لو اهتمت بالشخصيتين دول وقعدت تدور على حياتهم مع بعض وتدور وتعمل سيرش بطريقه معينه، يعني عملت بقى تبص على الموضوع، على فكره ممكن تجيب ان هم بينهم مشاكل معينه، زي مثلا من الاشاعات اللي طلعت ان هي مثلا كانت العمليه اللي عملتها مش عارفه ان هي مش هتقدر تخلف وهو كان عايز يبقى عنده اولاد، حاجات كده يعني في معلومات كتير جدا جات لنا بقى بالصدفه اليومين دول. فهي مثلا عرفت الموضوع ده وبعدين قالت مثلا ان ده هيسبب طلاق مثلا. مفهوم. ممكن يكون اي توقع نتيجه احداث احنا ما نعرفهاش. وممكن حاجه ثانيه يا دكتور عايز اسال حضرتك عليها، طبعا ان شاء الله يا رب يتصالحوا ويرجعوا كل حاجه، بس بس هو انا بحبهم يعني زيكم والله جدا وزعلت قوي. طيب يا دكتور دلوقتي في حاجه ثانيه، انت ممكن تسمعي حاجه تتحط معلومه في دماغك تصدقيها وتاكت ابونت او تروحي تعمليها بسبب ان هي دخلت في عقلك الباطن، هل ده بيحصل فعلا ولا لا؟ ده حقيقي يعني، ده بس طبعا انا مش هقول لك انا بعمل كده، لا انا بقدر دايما ان انا دايما بدور على الحاجات الواقعيه، بمعنى ايه؟ هو ده شخص زيي؟ يعني انا بقول كده لما حد يجي يتوقع حاجه واحس ان هو مأثر عليا وانا نفسي اسمعه قوي عشان ارتاح عشان اعرف اللي جاي ده هيحصل فيه ايه، بروح مرجع نفسي بسرعه واقول على فكره هي انسانه زيي، عندها نفس العقل، عندها نفس الامكانيات، ربنا اداها كل حاجه زيها زيي، فهي ازاي هتاخد حاجه يعني عندها المهاره دي او الحاجه دي بالشكل ان ربنا يهديها ان هي تعرف علم الغيب؟ لا طبعا. فبقول لا طبعا، بفوق نفسي اقول لا هي متوقعه زي ما انا متوقعه، يعني مظبوط، انا متوقعه الفشل او النجاح، هي بقى عندها ميول لحاجه منهم نتيجه ايه؟ ان هي بتسمع عني. يعني مثلا على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه، الناس دي
بتسال اسئله وهم ماسكين مش عارفه انا مش عارفه اسماء الحاجات اللي هم بيستخدموها، بس بيبقى فيه كروت وحاجات الترو والحاجات دي. هي بتسالك حاجات على فكره من خلال علم النفس برضو، بتبقى دارسه شويه علم نفس، ان هي بتتعرف على شويه من شخصيتك او بتتكلمي شويه عن الشخص اللي انت مثلا بتسالي عليه اللي هو داخل معاكي في الموضوع، او عن 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 الاحوال المحيطه بالموقف اللي انت بتحكوا لها، وبتقدر تستنتج اقرب استنتاج على فكره. يعني هي بتبقى بره الدايره، فبتشوف حاجات انت مش شايفاها، فتوقعاتها فعلا ممكن تبقى صح، بس هي متوقعه بناء على المواقف اللي انت اديتيها لها، مش هي دخلت في علم الغيب. مفهوم. فانت طيب. لو رحتي لدكتور نفسي اساعدك مثلا في الحل او حاجه، على فكره الموضوع هيبقى منطقي اكتر. لكن هم لو يبقوا صراحه مثلا يجوا دغري معاكي يقول لك احنا درسنا الموضوع فطلعنا بالنتائج دي، لكن لا هو مفيش صراحه، احنا بنقول ان احنا عندنا طالع وبنقدر نشوف مش عارفه ايه وعندنا امكانيات ايه، لا طبعا مفيش الكلام ده طبعا. طيب دكتور هند، هسال حضرتك اخر سؤال. حضرتك تقولي ايه للناس اللي هم الموضوع بالنسبة لهم ان هو بيسمعوا الحاجة وبجد بتبتدي تأثر على نفسيتهم جدا، وبيبتدوا يتعاملوا مع الحاجة كأنها خلاص هي دي اللي هتحصل فعلا؟ طيب اولا احنا عايز اقول حاجة، ان انت الشخص اللي بينقل لك الخبر او الحاجة اللي انت عايز تصدقها، هو انت اصلا كان عندك استعداد للحاجة دي؟ يعني انت بتصدق عشان انت عايز تصدق. تعالى نقول ان انت تمشي عكس الاتجاه، جرب مره مثلا انك تقول ان الحاجه اللي مثلا حد مثلا قال انك حياتك هتبوظ بعد سنه، انك مثلا لا قدر الله هيجي لك مرض وهتموت بعد سنه، انت هتلاقي حياتك انت وقفتها، لان انت ما عندكش، يعني ما هو احنا بنتكلم في حد خد الموضوع بشكل سلبي صح؟ صح. اثر على نفسيته، هو هيوقف حياته لان هو عارف ان هو هيموت. فمثلا مش لو كان مثلا بيدرس حاجه معينه هيوقف الدراسه، لو كان بيعمل مشروع معين مش هيكمل المشروع، لو كان مثلا عنده ولاد عامل لهم خطط مستقبليه معينه هيروح يستعجل ويبدا يشيل الناس اللي حواليه هم ان هو خلاص هيموت ودي نهايه الحياه. وعايزه اقول لك ان الوهم ممكن يعمل كده، يعني مجرد ان انا اتوهم انا ممكن اوصل لمرحله ان انا اعيا، لو انا حد وهمني مثلا دكتور قال لمريض انت عندك مثلا القلب شخصه غلط وهو ما عندوش القلب، بعد شويه هو بيبتدي يخش يسيرش ان مثلا مرض مثلا الذبحه الصدريه، مثلا الازمه القلبيه، هيخش يعمل اي حاجه على جوجل هيجيله اعراض، هو هيحس بعد لو هو واثق في الدكتور ده وعارف ان هو كلامه صح يبدا يجيله الاعراض دي. فانا مش عايزه حد يصدق حاجه من غير ما يبقى عنده دليل، لازم نحترم عقلنا ونحترم ان ربنا مميزنا بعقل. فمش ما ينفعش حد يقول لنا على حاجه نمشي وراه على طول. صح. لا طبعا العقل ده ربنا ميزنا بيه عن الحيوانات، يعني بمعنى ان انت طبعا في حاجات احنا بنمشي وراها، يعني حتى امور الدين والحاجات دي احنا بنسمع حاجات بس لازم نعقلها، يعني ما تعملش حاجه انت مش مقتنع بيها، لازم تحترم عقلك وتحترم تفكيرك وتدور على 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 دليل لكل حاجه. اي حاجه هتاثر فيك بالشكل ده، دكتور قال لك، حتى لو دكتور قال لك هتموت ما تكتفيش بالدكتور ده، روح لدكتور واثنين وثلاثه. حد قال لك مثلا ان انت انسان فاشل، لا دور في عقلك على حاجات انت نجحت فيها هتلاقي نفسك انك مش فاشل. وكمان يا دكتور يعني احنا برضو عايزين نقول مشاهدينا ان حتى لو صدفت ان المنجم ده صدق ما ينفعش ان هم يصدقوه، لان هي على فكره زيك زيها بالظبط، لما بتبقى قاعد وبتقول انا احتمال اعمل كذا او احتمال ده يحصل، هي عموما بشكر حضرتك جدا يا دكتور. والدكتوره هند قطب استشاري الطب النفسي، بشكرك على وجودك معايا.